أهلا بكم من جديد. مولانا لكي نصل إلى هذه المرحلة ولكي نضع الأساس، وحضرتك ذكرت بأن يستوي العطاء ويستوي المنع وأن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره في السراء وفي الضراء، كيف نربي أنفسنا من الآن وكيف للوالدين أن يعلموا أبنائهم هذا الأمر؟ ربما نحن في هذه الأيام نستجيب كلنا على قدره وعلى قدر طاقته، نستجيب لأبنائنا، وهؤلاء الأولاد يتعودوا دائما على المزيد والمزيد والمزيد. هل نحن بهذا الشكل في التربية ننشئ أو نخرج للمجتمع أناس لا يعرفون الشكر لله ولا يصبرون عند الضراء وبالتالي لا يعرفون الزهد؟ كان الإمام أحمد بن حنبل، وعلى فكرة الإمام أحمد بن حنبل يحتاج إلى دراسة تربوية فيما تركه من نصائح للتربية، خاصة تربية النشأ. وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه إذا أردنا أن نسير في طريق الزهد لابد أن نعلم أبناءنا أولا ترك الحرام. كان يربط ربط عجيب جدا ما بين أني أترك الحرام وإني أبني هذه العلاقة القلبية التي تكلمنا عنها. أكيد. لأن كل الأئمة يقولوا إيه يا سيد عمرو، يقول الزهد هو سفر القلب من الدنيا إلى الآخرة، يعني القلب سافر إلى الآخرة، اشتاق إلى دار المحبوب. فهذا السفر بالقلب إلى الآخرة هو اللي بيهون علينا أمر الدنيا. طب أمر الدنيا إيه بقى؟ فالإمام أحمد دايما كان يقول ترك الحرام. عايز تدخل في الزهد وتبني هذه العلاقة، عود ابنك على ترك الحرام، علمه. طبعا أنا مش هعلم ابني ترك الحرام إلا إذا كنت أنا تركه. بالتأكيد. كان الزاهدون لما يجي يكلم ابنه هم يقول له انظر يا بني لم يدخل فمك لقمة حرام، بالشكل ده قلبك منور من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قلبك سيبنى فيه الزهد. معاك فلوس ولا ما معاكش؟ معاك الدنيا ولا ما معاكش؟ فإذا نمرة واحد هو ترك الحرم. أهو دي برنامج عملي بس صعب شوية على كثير من الناس. ده بس ده من الأساسيات، لكنه من الأساسيات، لكنه قد يستصعب عليه. يعني أنا قريت في جريدة أظن الوطن إن واحد يمكن بيسمع برامج وكذا إلى آخره، وعرف إن الرشوة حرام، فبيقول لعميلة أو واحدة هاتي رشوة، فعطيت له الرشوة، قال لا طب سامحيني فيها، سامحيني فيها، لأنه يعني تبقى يعني أي حاجة، يعني ده محتار، ده مش قادر ما ياخدش الرشوة، ويعيني وخايف من ربنا أو حاجة. ده حالة التناقض دي اللي عايش فيها كثير من الناس تمنعه من الزهد، لأن أنا عايزه إنه هو يبطل حرام وما يأكلش ابنه حرام، ويعلم ابنه إنه هو بيأكل حلال، وإنه إياك إياك، لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، وأن الحرام هذا يمنع من استجابة الدعاء ويظلم به القلب وإلى آخره. فده كانت المرحلة الأولى اللي أحمد بن حنبل بيقول عليها اللي هو ترك الحرام. طب والمرحلة الثانية؟ ترك الفضول من الحلال. تركنا الحرام خلاص خلصنا، ما تاكلش كتير بقى، اللي هو كلام النبي بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. كان السلف الصالح بيعملوا حاجات يمكن تبقى تقيلة شوية، إنه هو ما يأكلش إلا نوع واحد، هو لسه ما بناش في الطريق للتدريب على الزهد، كل نوع واحد، يعني ما تجمعش ما بين المكرونة والخبز اللي هي الموائد بتاعت السفرة بتاعت رمضان اللي في بيوتنا دي، اللي هو فؤاد المهندس. أيوة. وهو عايز كل حاجة، وبعدين مفيش فيها بياخد. أيوة. الفول الحكاية دي. نعم. أنا لا، يعني كل حاجة واحدة. صحيح. بس تدريب بس، ده اللي عايز يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، اللي هو ترك الفضول من الطعام.
نمرة ثلاثة بقى عند أحمد بن حنبل علشان توصل للنهاية، هو ترك ما سوى الله، يعني ما تعتمدش بقلبك إلا على الله، ما تتوكلش، ما ترضاش، ما تسلمش، خلي الله 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 اللي هي النظارة اللي قلت لك عليها. ما يخافش ان رزقه عند حد فيضطر يتقرب من الحد دوت ويضرب في ده عشان ده بلاش كده. فإنك لن تحصل إلا ما كتب لك، بس بالهوينة كده. أجمله في الطلب، يعني ما تتخنقوش على الدنيا، خلي مرادك هو الله سبحانه وتعالى واعتمادك على الله سبحانه وتعالى. طيب حضرتك كده حطت لنا روجيتا جميلة جدا من ثلاث حاجات عشان نوصل لمرحلة الزهد، يعني نحط لنفسنا الايه اللي هو الأساس كده، البرنامج. عدم أكل الحرام دي نمرة واحد، نمرة واحد. ترك الفضول من الطعام، يعني من الحلال، من الحلال عفوا. نعم. يعني عدم الإسراف في الحلال، وترك ما سوى الله، أي الاعتماد على الله. نعم. هسأل حضرتك، احنا طبعا اتكلمنا على عدم أكل الحرام، ولكن ربما في هذه الجزئية من لا يأكل الحرام ولكن يطعم من الحرام، هل بالتالي يسر عليه هذا الأمر ويكون نقيصة في تحوله إلى الزهد، وهو يعلم مثلا أن أبوه هو العائل الوحيد ليه، هو ما بأكلش غير من أبوه، وهو لسه لكن عارف أن أبوه بيجيب الفلوس دي من رشوة، من بيأكل مال ده ولا بيسرق ده، يعمل إيه؟ هو الـ إحنا عندنا الشخص اللي بيجيب ده على فكرة، يعني هو الأب اللي بيجيب من الحرام ده هو مكلف برعاية ابنه، فابنه هو بيأكل منه، هو بيأكل حلال، هو فالابن هنا بيأكل حلال، الابن بيأكل حلال، فالإثم على هذا الأب. نمرة اتنين، انه بالتتبع لم نرى شخصا محض حرام، يعني كل حياته حرام في حرام، لا هو بيبقى بيشتغل وبيدخل له قرش ثم انه بيزود هذا القرش من الحرام. صحيح. فاذا ده الخطاب مش من ولد، ده الخطاب مع الاب اللي بنقول له صحح مسارك. اما الولد فهو بياكل من النفقه التي يعيش بها، وده علاقه الحلال. ولذلك العلماء قالوا حاجات غريبة جدا، وهي أن المال الموروث يطهر بالموت. يطهر بموت من اقترف هذا المال، المجرم اللي فات ده. نعم. والتاني الوارث له أن يأخذ هذا. جه الحارس المحاسبي وكان شاكك في أموال أبيه، فزهد فيها أو تنزه عنها، فالعلماء قالوا ياه شوف ترك الحلال، ترك الحلال. يبقى اذا كانت الميراث ده ايه، كان حلال بالرغم المال حرام من الحرمه الاولانيه. بالظبط. فترك الحلال ورعا وزهدا وكذا الى اخره، وعدوها من مناقب الحارث. نعم. رضي الله تعالى عنه. نعم. الشيء الثاني، ترك الفضول من الحلال. هنا في الجزئيه دي يا مولانا كلنا الحقيقه يعني كل على قدر طاقته، يعني بحب دايما يكون ان هو في احسن معيشه، ان هو يكون باحسن مظهر، يعيش اهله واولاده في افضل وضع. يعني هل ده يناقض ترك الفضول من الحلال؟ خلينا نقول ان هناك فرق بين الحرص وبين البخل، وده احنا واقعين فيها في الايام دي. انا وانا في البيت تملي ببقى حريص على اني اغلق النور، مش سايبين الدنيا كده. نعم. ده بخل بقى ولا ايه؟ لا ده حرص. لان احنا النور ده زي 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 الدم. نعم. نعمة وزي الدم. صحيح. ليه اسيبه نزيف كده؟ اعمله على قدر الحاجة. نعم. عمري في حياتي ما اشوف حنفيه بتنقط وابقى هادئ البال كده، اجري عليها اقفلها. وكان في اغنيه في التلفزيون المصري، ست سنيه سايبه الميه ترخ من الحنفيه. فاذا كان ده عباره بيعلم الناس على عدم الصرف، وعدم الصرف ده هو اللي بيؤدي الى الزهد. انا شاهدت في لندن كانت حنفية بتنقط كده،
ففزعت البنت كده وراحت جارية زي ما يكون حريقها زي ما يكون مصيبة في مصيبة راحت قافلة البتاع وهي على وشها الرعب والفزع لأن المية زي الدم صحيح هيحصل نزيف هيحصل أهو ده هو الزهد واخد بال سيادتك ازاي لما المسلم يتعود على هذا إذن هو دخل في مرحلة الزهد اللي هو إيه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لا يحب المسرفين في الوضوء ولا يحب المسرفين في الاغتسال صحيح. ولا يحب المسرفين في الأكل والشرب ولا يحب المسرفين في النفقة إنه شوف الحكم العام إنه لا يحب المسرفين أو المسرف ده في مقابل الزاهد. تمام. طيب مولانا في هذه الجزئية مثلا حد يقول لفضلتك ايه؟ طيب انا ممكن مثلا يعني البس هدوم ممكن ب100 جنيه ممكن البسها ب1000 جنيه ممكن البسها ب10000 جنيه وكل ده في نسبة الشريف في المجتمع، ايه المقياس او المعيار اللي عنده اقول ده حد اسراف عشان نقي انفسنا من الاسراف ونتحول الى مرحلة الزهد؟ اللي تربى عليه اللي هو الوسط اللي تربى عليه الامام ابو حنيفة لأنه من نسل الأكاسرة بتوع إيران دول وبتوع الفرس كانت الحلة بتاعته تسوى لها دلوقتي 40-50 ألف جنيه لما نيجي نحسبها الكلام اللي مكتوب في الكتب معناته أنه لابس حلة 50-60 ألف جنيه محدش لابسها في عصره يعني ولا في العصر بتاعنا يعني هي لما واحد يلبس بدلة بريوني مثلا بريوني يا دوبك ب6-7 آلاف دولار تمام يعني لسه ما عدتش اللي لابسه ابو حنيف مظبوط بس هو اتربى كده اتربى كده في بيت ابوه مظبوط طلع نشا ده من الصرف ده هو لبس المستوى بتاع اللي الناس واخده بيه اللي هو اتربى عليه تمام. اللي كذا الى اخره تمام وفي واحد تاني جنبيه لابس من امه 7 جنيه مش 70 ألف جنيه وستراه وهو طول عمره كده والناس شايفاه طول عمره كده فيبقى ده ما عندوش مشكله انما لو قال ابو 7 جنيه ولبس ابو 1000 جنيه يبقى هنا تحول الى مرحله الاسراف وحتى الناس هيقولوا له انت سارق السرقه يعني الامراء وكذا الى اخره لما يلبس حذاء تلاقي الحذاء ده ب 3-4 آلاف جنيه ايوه لانه متسق معاه لان هو كده وعلى فكره ده مش صرف وقد يكون زاهدا ده هو بس شكله وتعوده وتربيته هكذا لكن واحد تاني ملوش داعي ان هو يعمل كده ثم اراد ان هو يقلد ويمثل ما نعرفش التمثيليات دي طيب استاذن فضلتك بعد الفاصل نتحدث عن مقوله حب الدنيا راس كل خطيئه نفسر في هذا الامر وكيف نقي انفسنا من حب الدنيا وهل حرام ان احنا نحب الدنيا أمور مناقشة بعد الفاصل مع فضيلة الإمام ابقوا معنا